اهلين يوتيوبرز، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كويسين. عندما في نهايه اي حلقه من رمضانيات مع دكتوره ليليان بطلب منكم ان تحطوا لي الريكوست بتاعت ايش المواضيع اللي انتم تحبوا تشوفوها في القناه دي، على اساس اني اقدر اغطي لكم هي. فمن الريكوست اللي تكررت في الكومنت بوكس بتاعت اليوتيوب فيديوز اللي بسويها كنت في رمضان، انه يبغوا موضوع اللي هي الهالات السوداء حوالين العينين. وبصراحة هذا الموضوع مرة يجيني برضو ريكوست عليه في كل السوشيال ميديا بتاعتي، دائما بيسألوا عن ايش هي العلاجات المتوفرة بالنسبة للهالات السوداء حوالين العينين. وغير ان هذه مشكلة جدا مهمة بالنسبة للعديد من مريضاتي اللي بيجوني في العيادة ويبغوا يعالجوها او يبغوا يخففوا من لونها. في حلقة اليوم من رمضانيات مع دكتورة ليليان هتكلم عن ايش اسباب الهالات السوداء حوالين العينين، وايش العلاجات المتوفرة واللي ممكن تساعد في التخفيف من اللون، او في بعض الحالات عشان اذا كنا عرفنا انه السبب وعالجناه حتى كمان بتروح. خلينا نبدأ حلقة اليوم. خليني أبدأ بأسباب الهالات السوداء. أول سبب واللي هو أكثر سبب شائع في السعودية، إنه هذه الهالات السوداء حوالين العينين سببها وراثي. هذه الاختلافات في اللون في الجسم، طبيعة البشرة في السعودية. غير إنه كمان البشرة السعودية جدا حساسة بالنسبة لأي التهاب بيجيلها في الجسم بأنها تتفاعل عن طريق إنها تعمل تصبغات. السبب الثاني الشائع اللي هي إحنا نسميها post inflammatory hyperpigmentation، وهذه أسبابها عديدة. ممكن تكون إكزيما، ممكن تكون بسبب تحسس من المكياج أو تفاعل مع الكيماويات بتاعت المكياج، أو إنه جاء نوع من أنواع الجفاف الشديد في المنطقة. من الأسباب الأخرى اللي هي الإرهاق، لأنه الإرهاق بيبين في المنطقة دي على طول بأنه يسبب فيها نوع من أنواع الإجهاد، والإجهاد يسبب نوع من أنواع الإسفداد. داخل مع الإرهاق اللي هو عدم النوم الساعات الكافية للنوم، يعني من 7 إلى 8 ساعات، لأنه هذا بيسبب برضو إجهاد، والإجهاد بيبين على طول في المنطقة اللي حوالين العينين. من الأسباب الأخرى برضو عدم شرب الماء الكافي. الماء بنحتاجه للعمل الطبيعي بالنسبة للخلايا والتجديد بالنسبة للخلايا، فدائما أنصح بشرب 8 إلى 10 كاسات في اليوم، بالذات في جونا الحار اللي في السعودية بيخلينا نفقد بسرعة السوائل، فلازم you have to replenish it. الأنيميا برضو تسبب إنه بيصير السكين حوالين البشرة pale اللي هو باهت جدا، فيبين انه هذه المنطقة تكون مسودة اكتر. كمان الشعيرات الدموية لما تكون بارزة في المنطقة دي، يعني لو كانت في الشعيرات اللي هي الصغيرة المتكسرة الحمراء، فبيعطي نوع من الوان اللون الاحمرار الغامق بالنسبة للمنطقة دي. وكمان اذا كانت في الشعيرات اللي هي تكون لونها زرقاء، فممكن برضو بتنعكس اللون ده بيبان على شكل رمادي او مزرق في المنطقة. من الاسباب الاخرى برضو انه مع تقدم السن، او بعض الناس عندهم هذا الموضوع اصلا يعني موجود، اللي هي في المنطقة دي تكون داخلة على جوا، وبنفس الوقت يكون في هنا زي الانحدار في منطقة تسميها tear trough area، فهذه بتسبب نوع من انواع الظل ويسبب نوع من انواع الاسوداد في المنطقة. بعض الاوقات كمان اللي هو الانتفاخ في المنطقة دي، يعني مثلا التهاب الجيوب الانفية، الحساسية بيسبب يعني زي الانتفاخ في المنطقة، فبيعمل شادوينج حوالين الانتفاخ. هذه بالنسبة لي الأسباب. نجي للعلاجات. أهم العلاج إنه إذا كان في شيء متسبب بالنسبة لي الإسوداد ده، زي مثلا التحسس اللي هي زي الإكزيما، الحساسية من المكياج، التفاعل مع المكياج، بالذات الناس اللي بتحط مكياج جدا ثقيل في المنطقة دي، هم بيحاولوا يغطوا الموضوع، لكن في النهاية بيسببوا إنه بيسوء الموضوع ده، لأنه دائما بشرتهم تتفاعل مع الكيماويات اللي موجودة في المكياج. فأول شيء لازم نسويه إنه إذا كان في شيء متسبب لي ده، يعني ممكن نعالجه، وقتها لازم نعالجه. كمان إذا كان في جفاف في المنطقة بنساعد إنه إحنا نخفف من الجفاف ده. لكن إذا كنا نبغى نعالج التصبغات نفسها، فالعلاجات مختلفة. طبعا دائما تعرفوني أنا إنه أنا أحب العلاجات الموضعية وأعتبرها جزء أساسي من العلاج، لأنه ما بينفع بس إننا إحنا نسوي لكم العلاجات في العيادة وبعد كده ما تحافظ عليها النتائج دي في المنزل. لأنه زي ما قلت أكثر سبب شائع بالنسبة في السعودية لإسوداد المنطقة دي اللي هي السبب الوراثي. فبنحاول نفتح المنطقة دي
طبيعيا انه طبيعه البشره انها بتحاول ترجع لطبيعتها فترجع اللون الغامق مره اخرى. فعشان كده لازم علاجات مينتنس في المنزل بتستخدموها على مدى طويل على اساس تساعد على الحفاظ على النتائج اللي احنا بنسوي لكم اياها في العياده. طبعا اذا كانت التصبغات بسبب التهابات وكده عاده ما بترجع، بالذات اذا كنا عالجنا السبب وعالجنا التصبغات عاده ما بترجع مره ثانيه. اذا ما تسببت يعني اذا ما رجعت نفس المشكله ثاني، زي مثلا لسه رجعت الاكزيما اللي هو التفاعل مع المكياج، التحسس من المكياج او الجفاف الشديد في المنطقه، اذا رجع ده المشكله ثاني طبعا ترجع التصبغات ثاني. فالافضل دائما انكم تعملوا كنترول للمشاكل دي. العلاجات الموضعيه اللي انا استخدمها تقريبا هي نفسها تكوينها نفس التكوين اللي انا بستخدمه بالنسبه للتصبغات بالنسبه للجسم، بس تكون الكونسنتريشنز اللي موجوده فيها اخف لانه عشان ما نسبب اريتيشن في المنطقه. يعني لو احنا سببنا بسبب العلاجات الموضعيه تحسس في المنطقه معناته بسوء الحاله ما بتتحسن. ودائما كمان بقول لكثير من مرضايا انه ما يحطوا كميه كبيره، لانه في اعتقاد انه كل ما كثرت الكميه كل ما يروح المشكله بسرعه. لا، هذا ممكن في اغلب الاوقات بيسبب مفعول عكسي بانه بتلتهب المنطقه فبتتسبب انها بتسوء السواد ما بتخففه، لانه بتسبب برضه اجين اللي هي بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن فبتخليها انها تسود اكثر. طيب ايش العلاجات اللي انا احب، ايش المكونات اللي انا احبها في المنطقه دي؟ الكومن وانز زي الهيدروكوينون، الاربوتين اللي هي الليكريش اكستراكت وغيره من الاشياء اللي هي تساعد على تبييض المنطقه. دائما كمان احب ان انا اضيف اللي هي الانتي اوكسيدنتس اللي هي مضادات للاكسده زي الفيتامين سي اللي هي الاسكوربيك اسيد، وكمان اللي هي ماده الريتينول. ماده الريتينول هي ما هي مبيضه، يعني دائما مثلا في دكاتره لما احنا نقول ريتينول على اساس انه يساعد على تفتيح المنطقه يقول لا هذا مش مبيض، ويعني انه هذا مش مبيض، لكن هو يساعد على تجديد الخلايا. لما تتجدد الخلايا عادة الخلايا لما تكون جديدة تكون فيها أقل التصبغات من الخلايا القديمة، فعشان كده أحب أستخدم الريتينول كجزء أساسي من العلاج. وفي نفس الوقت كمان بالذات أستخدمه في الناس اللي بدأت تبان عليهم التجاعيد أو تقدم سن البشرة للمحافظة على شباب المنطقة دي. فدائما العلاجات الموضعية عندي اللي هي اللي تساعد على تفتيح المنطقة، وبعدين عندي دائما بضيف اللي هو الفيتامين كي كنوع من انواع السيرم في المنطقة دي. فواحدة مرة في اليوم يستخدموا اللي هي مبيضات، وواحدة مرة في اليوم يستخدموا الفيتامين كي سيرم. ليش احب الفيتامين كي سيرم؟ كثير من الاوقات احنا بنشهد يعني عيوننا، بالذات لما نكون بنجلس مده طويله على الكمبيوتر زي طبيبتكم اللي بتجلس تسوي اديتنج اللي هي الفيديوز دي، وفي نفس الوقت الارهاق، عدم النوم، الستريس، كله ده بينعكس على العين وبيسوي اشهاد بالنسبه للعين. في بعض الاحيان تصير في تسربات للدم في المنطقه دي وتسوي ديبوزيشن لشيء نسميه الهيموسيدرين، فالفيتامين كي يساعد انه هو يفكك دي، لانه ده اللون بيعطينا زي الكوبري كولر اللي هو نوع من انواع البني النحاسي في المنطقه، فالفيتامين كي كثير يساعد على التخلص من التصبغ ده. فيصير تصبغات تتخلص من الميلانين والفيتامين كي يتخلص من الديبوزيشن بتاعت الهيموسيدرين في المنطقه. وبصراحه بعد استخدامي للكومباينيشن ده في كثير استجابه للعلاجات الموضعيه عند مرضايا. نعم، دائما العلاجات الموضعيه لها حد، يعني في اللي هي التحسن اللي ممكن تسويه بالنسبه للبشره في كل الحالات، يعني في كل الاشكال. عشان كده الطب التجميلي دائما بيتطور بانه بنقدر نعطي اضافه علاجات بتساعدكم انه بيصير المفعول اقوى. من العلاجات المهمه اللي انا اقدمها في العياده اللي هي علاج الميزوسير، يعني على مدى السنين من عملي هنا في السعوديه وتجربتي بالعديد من العلاجات، الميزوثيرابي تجي في التوب اوف ماي ليست. يعني بالذات الميزوثيرابي لما استخدمه فيه مواد تبييضيه وليها الانتي اوكسيدنتس اللي هي المضادات للاكسده واللي تساعد على تجديد الخلايا. طيب الميزوثيرابي الثاني اللي انا احب استخدمه اللي هو البلازما، بصراحه بالذات بالكت الجديد اللي انا بستخدمه في العياده اللي هو الارتريكس بين نتائج مره فعاله واقوى من البلازما اللي كنت استخدمه قبل كده.
فأنا جدا مبسوطة بالنتائج. عتم بتبان من أول جلسة برحلة المنطقة بالبلازما المكثفة. إيش فكرة البلازما؟ اللي هي تكون غنية بالصفائح الدموية وعوامل النمو التحفيزية اللي بتساعد على تجديد الخلايا، وفي نفس الوقت أعطى نوع من أنواع التفتيح للمنطقة لأنه بيكسبها نضارة وإشراقة. فأنا حابة النتائج بتاعت البلازما بصراحة في المنطقة دي. بنسوي جلسة كل 3 أسابيع لأربع أسابيع، يعتمد على الغمق المنطقة. الجلسات بيعتمد على قد إيش في غمقان في المنطقة، وعلى حسب الاستجابة كمان بتاعت المريضة إن العلاجات اللي لقيت لها مفعول يعني مرضي بالنسبة لي أو لي المريضة. من العلاجات الأخرى اللي بتتقدم في كثير من العيادات التجميلية وبرضو أنا بعطيها لمرضايا، لكن بصراحة يعني نتائجها أحسها مؤقتة، بتساعد على تفتيح المنطقة لمدة معينة وبعد كده بترجع الغمقان زي ما هو، فمو من العلاجات المحببة بالنسبة لي. يعني علاجات الميزوثيرابي والبلازما مع العلاجات الموضعية بيستمر المفعول مدة أطول، لكن مع علاج الكربوكسي مدة الاستجابة بلاقيها إنها قليل. نفس الوقت هذا طبعا preference يختلف من طبيب لطبيب والآراء مختلفة، لكن بالنسبة لي أنا يعني ما حبيت العلاج ده مرة كتير، بس برضو يقدم في مريضات يحبوه وهم يكونوا راضين بالنتائج بتاعته، فدائما بيجوا بيطلبوه فبرضو بنقدم لهم. هي بيسكلي احنا بنحقن تحت الجلد اللي هو غاز الكربوكسي اللي هو ثاني اكسيد الكربون، وبيسبب تفتيح في المنطقة. بنسوي جلسة تقريبا كل اسبوعين على حسب الاستجابة. بعد ما الانتفاخ بعد ما بنحقن الكربوكسي بيصير في انتفاخ في المنطقة، بيستمر كم يوم وبعد كده بيروح، وبتشوف المريضة انه في تفتيح بالنسبة للمنطقة. طيب من اهم العلاجات اللي انا برضو حبيت النتائج بتاعتها بالذات للسيدات اللي يكون عندهم تجاعيد في المنطقة دي، يعني عندهم بدأ يصير في ترهل وتجاعيد في المنطقة، فبضرب عصفورين بحجر، منهم بخفف السوائل في المنطقة عن طريق اللي هي حرق الخلايا اللي فيها تصبغات وإجبار المنطقة إنها بتكون خلايا جديدة، وعادةً الخلايا دي ما تكون متصبغة زي الخلايا القديمة، وفي نفس الوقت يساعد على تكوين الكولاجين في المنطقة بتجديدها، واللي هي بتجديد الخلايا بتاعتها وتقوية المنطقة، واللي هي شد المنطقة والتخفيف من التجاعيد في المنطقة دي. فمن العلاجات اللي انا بصراحة احبها اللي هي التراكشن ليزر. مشكلة الداون تايم بتاعته انه كتير من المريضات ما بيحبوا الداون تايم لانه بيصير فيه احمرار ويصير فيه سواد اللي هي جروح صغيرة في المنطقة مكان ما دخل التراكشنيتد ليزر، فما بيحبزوا الداون تايم ده لانه بيبان عليهم، لكن اللي بيستحملوه بصراحة برضو من العلاجات المحببة بالنسبة لي. اخر علاج هتكلم عنه اللي صار شائع في العديد من العيادات الطبية وصار مقدم من العديد من الاطباء في العيادات التجميلية، اللي هي استخدام الفيلر في التير تروف اريا. عادة هذا بينفع في الناس اللي يكون عندهم جروف، يعني اللي يكون عندهم زي الانخفاض في الجلد في المنطقة دي، فبيسوي لهم نوع من انواع الشادو، يعني بيعمل ظل في المنطقة. كمان بعض الاحيان يعني لما تتحقن المنطقة دي عشان الفيلر بيدفع السكن على فوق، فبيعمل نوع من انواع التفتيح، لكنه برضو مؤقت بيروح، ولقت ما يروح الفيلر بيروح المفعول. الليميتيشن بتاعت الفيلر انه طبعا زي ما قلت اذا كان في الجروف ده بيحسن الموضوع مرة كتير، بيعطي تفتيح للمنطقة، لكن الناس اللي ما عندهم الجروف ده اصلا ما بنحب نسوي لهم هي، لانه بتنتفق المنطقة عن الحد الطبيعي فبيتبان شكل العين ما هو يعني حلو. في نفس الوقت طبعا ما حيعطي تفتيح لانه ما في ظل في المنطقة عشان نفتحه، في انحدار بنرفع بيروح الظل، لكن في اذا كان ما في الانحدار ده وما في الظل ده اللي بيحصل لما تنتفخ المنطقة فبيصير ظل تحت الفيلر، فمش كده مش كل الحالات بنقدر نستخدم فيها الفيلر تحت العين للسواد حوالين العينين، وكمان في نفس الوقت ما يحل المشكلة اللي حوالين العينين، يعني الميزوثيرابي بنقدر نحقنه حوالين العين، البلازما بنقدر نحقنه حوالين العين، لكن في المنطقة دي الفيلر ما بنقدر نحقنه في كامل المنطقة السواد اللي حوالين العينين.
بس بيفيدني في نوع واحد من السواد. اوكي يوتيوبرز، بكده انا وصلت لاهم العلاجات اللي موجوده، سواء كانت الموضعيه او العلاجات اللي هي موجوده في العيادات التجميليه. لا تنسوا تحطوا لي في الكومنت بوكس بلو ايش المواضيع اللي انتم تحبوني اغطي لكم هي في رمضانيات مع دكتور ليليان، لان موضوع الحالات السوداء اخترته من الاقتراحات اللي اقترحوها الناس لي في الكومنت بوكسز تحت الفيديوز بتاعت الرمضانيات. ولا تنسوا تعملوا سبسكرايب وتحطوا كليك للبتن بتاعت النوتيفيكيشن عشان يجيكم نوتيفيكيشن من يوم ما تكون في حلقه نزلت على قناتي. واذا كانت عجبتكم الحلقه بليز حطوا لايك وشاركوا بالحلقه مع متابعينكم، واشوفكم بكره، وباي يوتيوبر.